الاعتداء التركي وتداعياته كان مستهلا لأولى جلسات البرلمان في فصله التشريعي الثاني، وذلك باستضافة وزيري الداخلية والخارجية وعدد من القادة الأمنيين وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش، ومطالب نيابية بإلزام الأتراك بعدم الاستهانة بالسيادة العراقية. جلسة أولى لفصل تشريعي جديد. القصف التركي واستهداف الأبرياء مقدمة لجدول الأعمال. دفع الاعتداء الأخير على مصايف زاخو شمال دهوك السلطة التشريعية إلى استهلال مشوارها هذا الفصل باستضافة وزيري الدفاع والخارجية مصحوبين بقادة عسكريين لبيان نتائج التحقيقات وسلسلة الإجراءات المنوطة بالحكومة لإيقاف هذه الانتهاكات. جلسة اليوم كانت استماع إلى المعنيين بالشأن من وزير الخارجية وكذلك وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ونائب القائد العام للعملية المشتركة حول التطورات اللي حصلت في شمالنا الحبيب في الأيام الأخيرة والقصف للمصيف وأدى إلى استشهاد العديد من مواطنين الأبرياء الذين ذهبوا للاصطياف. عندما بدأت سرد المعلومات من قبل الوزيرين والضباط تبين أن وجود الاحتلال الحقيقي للأراضي العراقية في شمال العراق من قبل تركيا. التوجه نحو تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة هي أبرز ما تمخض عن الجلسة الخاصة بمناقشة الاعتداءات التركية، فيما تبين قوى النيابية ضرورة أن تكون قرارات بمختلف الصعد تلزم الأتراك بعدم الاستهانة بالسيادة العراقية. قرارات ملزمة اليوم للجانب التركي من الكثير من الأمور التي طرحت من قبل السادة الوزراء والقادة العسكريين وأيضا السادة النواب. هناك انتهاك للسيادة العراقية، هناك احتلال لأراضينا العراقية بوجود أكثر من 100 نقطة، بوجود أكثر من 5000 تركي مدججين بأسلحة خفيفة وثقيلة. هذا احتلال لأراضينا العراقية، لا نسمح باقتتال داخلي بين البككة وبين قوات عراقية. هناك حد فاصل بعد أن سال الدم العراقي على أراضينا، يجب أن تكون هناك قرارات ملزمة سواء كانت تجارية سواء كانت عسكرية، يجب أن يلزم الجانب الآخر بعدم الاعتداء على أراضينا العراقية. أكثر من 2000 انتهاك مارستها تركيا على الأراضي العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن بحسب ما تبينه بعض المصادر النيابية، كان الأقصى فيها الاعتداء الأخير على مصايف دهوك قبل أيام. وفي حال فشل الأطر الدبلوماسية مع تركيا، تبين قوى النيابية إن بإمكان البلاد أن تتجه إلى سلوكيات بديلة لإيقاف العدوان على أراضيها. من داخل الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، مصطفى علوش، الرابعة.